الافراط في العلاقه او ان الدعامه بتشجع الراجل انه عايز يعمل علاقه كتير، سواء بحكم انه اتجوز تاني او بحكم انه هو عايز يعوض اللي فات او لعوامل كتير جدا او شعوره انه راجع شباب تاني، ده ممكن يخليه في بعض الاحيان بيجامع بالدعامه فقط بدون حدوث انتصاب كافي، او ان القصف يتاخر جدا، او انه ما يحصلش قصف من اساسه. من الأسباب اللي ممكن تخلي راجل مش راضي عن أدائه بعد عملية الدعامة الإفراط في الممارسة، بالذات لو الراجل ده سنه كبير. خلينا متفقين إن الدعامة بتشجع الراجل وبتخليه عايز يجمع كتير وبتخلي عنده انتصاب قوي وصلابة قوية وقادر يجمع أي وقت ومعنوياته مرتفعة وحاسس إنه شاب صغير، لكن ده مش هيغير الفسيولوجي بتاع خلقة ربنا. ربنا خلق الراجل كل ما يتقدم في السن كل ما أداؤه الجنسي بيقل ونسبة الهرمون الذكري بتقل وإن معدل الجماع عنده لازم يقل. وقبل كده قلنا إن في حاجة اسمها الريفراكتوري بيريود أو المدة اللي بتمر ما بين حدوث قصف وحدوث انتصاب جديد، المدة دي بتطول مع تقدم السن. فإذا كان الشاب اللي عنده 20 سنة يقدر يجامع وبعد نص ساعة يقدر ينتصب تاني، في الثلاثينات محتاج ساعة أو ساعتين، في الأربعينات لو عمل علاقة الصبح مش عارف يجامع إلا بالليل، في الخمسينات محتاج يجامع مرة كل يومين ولا حاجة، في الستينات هي مرة في الأسبوع. مراكز دار الذكورة تقدم أفضل العلاجات لأمراض الذكورة بالشرق الأوسط تحت إشراف دكتور أسامة غطاس خبير طب وجراحات الذكورة. احجز موعدك الآن مع أكبر فريق طبي في صحة الرجل في مصر والشرق الأوسط. لكن إحنا بنتفاجئ إن مريض مركب دعامة عنده 65 سنة أو 70 سنة وبيجامع كل يوم، ولاقيه جاي مندهش جدا يقول لي يا دكتور أنا كمية السنة المنوي قليلة. طب يا حبيبي أنت بتجامع كل قد إيه؟ يقول لي لا أنا بجامع كل يوم أو ساعات مرتين في اليوم. ما طبيعي كمية، أنت عندك 70 سنة طبيعي إن كمية السنة المنوي تبقى قليلة. أو يا دكتور ساعات ما بيحصليش انتصاب بجامع بالدعامة بس. طب يا سيدنا أنت بتجامع كل قد إيه؟ يقول لي أنا بجامع مرتين في اليوم أو بجامع كل يوم. ما طبيعي بحكم سنك أنت مش هيلحق العضو إنه ينتصب تاني، لكن أنت جرب تجامع كل 3 4 أيام أو كل أسبوع هتلاقي في انتصاب. يبقى ساعات الإفراط في العلاقة أو إن الدعامة بتشجع الراجل إنه عايز يعمل علاقة كتير، سواء بحكم إنه اتجوز تاني أو بحكم إنه هو عايز يعوض اللي فات أو لعوامل كتير جدا أو شعوره إنه راجع شباب تاني، ده ممكن يخليه في بعض الأحيان بيجامع بالدعامة فقط بدون حدوث انتصاب كافي، أو إن القصف يتأخر جدا، أو إنه ما يحصلش قصف من أساسه، فده يخليه جاي مش مبسوط. هو نفس الراجل ده لما يقنن الموضوع شوية يبص يلاقي إن الأمور بقت كويسة.